القى السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكه البحرين لدى الامم المتحده في نيويورك القى كلمه مملكه البحرين في جلسه المناقشه المفتوحه لمجلس الامن الدولي بشان المرأه والسلام والامن واكد المندوب الدائم لمملكه البحرين اهميه تجديد الالتزام المشترك وتكثيف العمل على تنفيذ الخطه المتعلقه بالمرأه والسلام والامن بما يسهم في تعزيز احترام القانون الدولي، مشددا على ان مملكه البحرين عززت ريادتها في تقدير عطاء المرأه وطنيا وعالميا وانجاز وتقديم جوائز ومبادرات وخطط داعمه لتقدم المرأه واسهاماتها، ومن ضمنها اطلاق جائزه الاميره سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة